إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى، فإن في تقوى الله خلفا من كل شيء، وليس لتقوى الله خلف. عباد الله، إن مما أثنى الله به عباده المؤمنين المتقين أنهم يؤمنون بالغيب. قال تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الغيب هاهنا كل ما أمرت بالإيمان به فيما غاب عن بصرك، مثل الملائكة والبعث والجنة والنار والصراط والميزان. فالمؤمن عباد الله يؤمن بكل ما أخبر الله به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء شاهده أو لم يشاهده، وسواء فهمه وعقله أو لم يهتدي إليه عقله وفهمه، بخلاف الزنادقة والمكذبين بالأمور الغيبية. عباد الله، وإن من الغيب الذي قد تكاثرت النصوص الشرعية من آيات قرآنية وأحاديث نبوية في إثباته، ذلك الميزان القسط الذي يضعه الله يوم القيامة. قال تعالى: والوزن يومئذ الحق. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما عند ابن حبان، والحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالجنة والنار والميزان، وتؤمن بالغيب بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقد أجمع على القول بالميزان واعتقاده جميع السلف الصالح من أهل الإسلام ممن يعتد بقولهم في باب العقائد. قال ابن بطة رحمه الله في الإبانة: وقد اتفق أهل العلم بالأخبار والعلماء الزهاد العباد في جميع الأمصار أن الإيمان بذلك، يعني الميزان، واجب لازم. وقال الزجاج رحمه الله كما في شرح صحيح البخاري لابن بطال: أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان، وأن أعمال العباد توزن به يوم القيامة، وأن الميزان له لسان وكفتان. عباد الله، وهذا الميزان ميزان حقيقي له لسان وكفتان توزن به أعمال العباد خيرها وشرها، لا تكيفه العقول ولا تتصوره الأذهان، وحجمه كبير جدا لا يقدر قدره إلا الله، ولا يعلم مدى سعته إلا هو سبحانه عز وجل. قال سلمان الفارسي رضي الله عنه: يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت. الحديث رواه الحاكم وله حكم الرفع، وقد روي مرفوعا. عباد الله، يعد نصب الميزان إحدى كرب يوم القيامة التي سيواجهها العباد، فموقف الميزان موقف رهبة وفزع وهول، يبلغ الخوف والهلع بالناس غايته، حيث ينسى الحبيب حبيبه، ويذهل فيه كل ذي لب عن أهله،
وينحصر فكره في الميزان وماذا ستكون نتيجة وزن عمله. فماذا اعددت يا عبد الله لهذا الموقف العصيب من عمل؟ فالأمر جد وليس بهزل، فهو خلود إما في الجنان أو في النيران، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. عباد الله، ولخطورة هذا الموقف وشدته، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل سأل الله عز وجل أن يثقل ميزانه، كما في حديث أبي الأزهر الأنماري عند أبي داود وصححه الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال: بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي، واخسأ شيطاني، وفك رهاني، وثقل ميزاني، واجعلني في الندي الأعلى. ومما يدل على شدة موقف الميزان وهوله وأنه كرب وهم وغم، كون النبي صلى الله عليه وسلم عنده في عرصات الخير كون النبي صلى الله عليه وسلم عنده في عرصات القيامة حاضرا فيه لا يتجاوزه ولا يفقد فيه، لكونه من أفقر الأوقات إلى شفاعته للتخليص من الورطة. روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة، فقال: أنا فاعل. فقلت: يا رسول الله، فأين أطلبك؟ قال: اطلبني أول ما تطلبني عند الصراط. قلت: فإن لم ألقك على الصراط؟ قال: فاطلبني عند الميزان. قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: فاطلبني عند الحوض، فإني لا أخطئ هذه الثلاث المواطن. صححه الألباني. عباد الله، تثقيل الميزان بالحسنات هم وكرب يشغل الصالحين ويقض مضاجعهم، ولذلك لا يزالون يذكرونه حتى بعد دخولهم الجنة، وكأنه كان أمنية عظمى حققها الله عز وجل لهم. فعن صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: وما هو؟ ألم يثقل الله موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر، يعني إليه، ولا أقر لأعينهم. رواه أحمد وابن ماجه بسند صحيح. عباد الله، إن من واجبات المسلم الملحة في هذه الدنيا تجهيز العدة ليوم القيامة، ومن أهم هذه الواجبات الحرص على الأعمال التي تثقل الميزان. ولا شك أن كل عمل صالح مقبول يثقل الميزان، ولكن هناك أعمالاً خصها الله عز وجل وخصها نبيه صلى الله عليه وسلم بالذكر بأن لها أجراً ثقيلاً في الميزان، ولعلها ذكرت بتلك الألفاظ وخصصت بتلك الأفضال ليفطن لها النبي ويبادر إليها الحريص. وسنذكر أشهرها ليتسابق فيها ونتسارع إليها، فيثقل ميزاننا ونخفف كربنا. من ذلك تحقيق التوحيد وإخلاص الشهادتين لله وسائر العمل لله رب العالمين. تحقيق التوحيد وإخلاص الشهادتين وسائر العمل لله رب العالمين. فالإخلاص عباد الله أساس كل عمل، فالعمل الصالح الخالص لله عز وجل يثقل الميزان ولو كان قليلا، والعمل المشوب بالرياء والسمعة يخف في الميزان ولو كان كثيرا،
وقد يصير هباء منثورا والعياذ بالله. قال ابن المبارك رحمه الله: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، والحديث عند أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن نبي الله نوح عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحفظة؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. رواه أحمد والترمذي بسند صحيح. قال الإمام أبو العباس ابن تيمية كما في كتابه منهاج السنة النبوية: هذا حال من قالها بإخلاص وصدق كما قالها هذا الشخص، وإلا فأهل الكبائر الذين دخلوا النار كلهم كانوا يقولون لا إله إلا الله، ولم يترجح قولهم على سيئاتهم كما ترجح قول صاحب البطاقة. من تلكم الأعمال عباد الله الإكثار من ذكر الله جل وعلا، فذكر الله تعالى باختلاف أنواعه يثقل الميزان. ومن شفقة حبيبنا صلى الله عليه وسلم بنا ورحمته وحبه لنا أن أخبرنا بأذكار سهلة كي نتشبث بها ونرطب ألسنتنا بها لتكثر حسناتنا ويثقل ميزاننا ويخف كربنا. من تلك الأحاديث حديث أبي هريرة المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وحديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. الحديث. وحديث أبي همامة رضي الله عنه عند أحمد وصححه الألباني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بخ بخ لخمس ما أثقلهن في الميزان: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه. فهذا عباد الله فضل عظيم من الله على عباده، حيث رتب على هذه الكلمات اليسيرات هذه الأجور العظيمة، فعلى المسلم أن يستثمرها وأن يستفيد منها. من تلكم الأعمال عباد الله حسن الخلق، فقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الأخلاق الحسنة وبين عظم ثوابها وفضلها في الميزان. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يسأل الله تعالى أحسن الأخلاق ويستعيذ من سيئها. عن أبي الدرداء رضي الله عنه، والحديث عند الترمذي بسند صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. من تلكم الأعمال عباد الله اتباع الجنازة والصلاة عليها، فهي من الأعمال العظيمة الأجر التي يزيد ثقلها في ميزان العبد على جبل أحد. فعن أبي بن كعب رضي الله عنه، والحديث عند أحمد،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تبع جنازة حتى يصلي عليها ويفرغ منها فله قراطان، ومن تبعها حتى يصلي عليها فله قراط، والذي نفس محمد بيده لهو أثقل في ميزانه من أحد. والحديث صحيح. عباد الله، جدير بكل منا، جدير بكل واحد منا أن يعد لهذا الميزان عدته، ويأخذ أهبته، ويقدم من العمل ما يرضي به مولاه وخالقه. فلا تغفل عبد الله عن الميزان وفزعه، بل فكر فيه وفي خطره وكبر حجمه وقدره وعظم شأنه وخطورة أمره، واعلم أنه لا ينجو من كربه إلا من تهيأ له بصالح عمله وسديد قوله، وتجنب مآثم فعله وقبيح قيله، وحاسب نفسه في الدنيا ووزن فيها بميزان الشرع عمله، وتتبع أقواله وأفعاله وخطراته ولحظاته، كما قال الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتجهزوا للعرض الأكبر، وإنما يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا.